24 ساعة. مرحبا بكم والبداية بالعناوين. خلال مباحثته مع نظيره الهندي، رئيس الوزراء يعرب عن تطلع مصر لإرساء علاقة استراتيجية مع الهند في تبادل السلع والتعليم والصحة. مدبولي يؤكد أن تطوير منطقة القاهرة التاريخية جزء أصيل من خطة الدولة لتغدو مقاصد سياحية مهمة. رئيس مجموعة فاغنر الروسية يتراجع عن تمرده ويأمر مقاتليه بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء. إلى التفاصيل، ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الهندي ناريندرا مودي جلسة المباحثات الرسمية واجتماع المائدة المستديرة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز جوانب التعاون الثنائي بين مصر والهند. وأعرب مدبولي عن تطلع مصر لإرساء علاقة استراتيجية مع دولة الهند في مجال تبادل السلع الاستراتيجية، لا سيما ما يتعلق بأن تصبح الهند إحدى الدول الأساسية في توريد القمح إلى مصر، مشيرا إلى اهتمام مصر بتعميق التعاون مع الهند في مجال التعليم العالي والرعاية الصحية وإنتاج الأدوية، خاصة فيما يتصل بتعاون إحدى الشركات الهندية مع شركة فاكسيرا المصرية لإقامة مصنع لإنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي حرص بلاده على تدعيم العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين والتزامها بالوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، مؤكدا أن مصر شريك مهم للهند. العلاقة التاريخية الوثيقة بين مصر والهند رواد حركة عدم الانحياز أسهمت في تحقيق الاستقرار في العلاقات الدولية خلال الحرب الباردة، وهما مؤهلتان اليوم لمواجهة ظاهرة الاستقطاب الدولي وتعزيز الاستقلالية في هذه المرحلة شديدة الصعوبة. وقد اكتسبت العلاقات بين القاهرة ونيودلهي ثقلا تاريخيا مرة أخرى خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف رئيسي في اليوم الجمهوري 74 للهند قبل بضعة أشهر، بينما ستعطي زيارة رئيس الوزراء الهندي للقاهرة المزيد من الزخم للشراكة الاستراتيجية المستدامة. علاقات تاريخية ومتميزة تربط بين مصر والهند ترتكز على قواسم حضارية ومصالح مشتركة تجمع البلدين كقوتين فاعلتين في محيطهما. في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وصلت العلاقات بين البلدين إلى ذروتها من خلال الصلات القوية بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وجواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك، وهي علاقات تنهل من الأفكار المشتركة بين البلدين ورغبتهما في التحرر من التدخلات الغربية والنأي عن الصراعات الأيديولوجية بالتوجه نحو الحياد الإيجابي. شكل مؤتمر باندونغ عام 1955 محطة مهمة في تاريخ العلاقات المصرية الهندية بتأسيس حركة عدم الانحياز التي ساهمت في إحداث توازن في النظام الدولي خلال الحرب الباردة. ولأنها علاقات راسخة لم تتأثر بتغير أسماء الحكام، حلت رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي في القاهرة بعد شهر واحد من وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في زيارة دعم وتأييد للرئيس محمد أنور السادات، وتؤكد عزم الجانبين على مواصلة الحوار المثمر والبناء وتوحيد رؤى الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار والتعايش على المستويين الإقليمي والدولي.
يأخذ التقارب المصري الهندي كل أبعاده ودلالاته بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثالثة لقمة منتدى الهند أفريقيا عام 2015 التي احتضنتها العاصمة نيودلهي، وتعززت العلاقات أكثر بين الجانبين. تتميز الشراكة الإفريقية الهندية بمكانة متميزة استستند إلى تاريخ مشترك فيما بيننا يتعلق بالكفاح من أجل التحرر الوطني. الالتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات تتناسب مع تاريخهما الطويل تعززت بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي في سبتمبر من عام 2016. الزيارة شكلت منعطفاً مهماً ساهم في إعطاء دفعة قوية لتعزيز مسار العلاقات المصرية الهندية، كما أكدت على البعد الجديد لسياسة الرئيس السيسي الهادفة إلى تنويع وتوسيع شراكات مصر الاستراتيجية والتي تشمل دولاً كبيرة مثل الهند. النشاط الرئاسي تمحور بشكل أساسي حول تعميق العلاقات الثنائية خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما أن قيادة البلدين تتبنيان رؤية سياسية مشتركة تجاه القضايا الآسيوية والإفريقية، كذلك موقف الحياد الإيجابي فيما يخص القضايا الدولية. وتتعزز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل يوم الجمهورية الهندية كضيف شرف، والتي تزامنت مع ذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وتميزت الاحتفالات بمشاركة القوات المسلحة المصرية في عروض الاحتفال. وينطلق محور القاهرة دلهي نشيطاً بالزيارات المتبادلة والتشاور والتنسيق المستمر لتنويع مختلف أوجه التعاون بين الجانبين والارتقاء به إلى آفاق أرحب وأكثر تنوعاً، خاصة وأن مصر اليوم تفرض نفسها كفاعل مهم بالنظر إلى خصوصيتها كبلد مستقر ومركز اقتصادي إقليمي، في حين أن الهند من أكبر الاقتصادات في العالم وتشكل سوقاً ضخمة تضم حوالي 1.3 مليار مستهلك، إلى جانب أنها مرتبطة بشكل واسع بمنطقة جنوب آسيا باتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول. وتعد الهند سادس أكبر شريك تجاري لمصر، كما يوجد أكثر من 50 شركة هندية تعمل في السوق المصرية ولديها استثمارات تتجاوز 3.5 مليارات دولار في مختلف المجالات، لا سيما التي يغلب عليها الطابع التكنولوجي والمعلوماتي. بلغة الأرقام، ارتفع حجم التبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي على نحو سريع في عام 2021-2022 ليصل إلى حوالي 7.26 مليار دولار. كما وقعت الهند ومصر مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقدر ب8 مليارات دولار وبطاقة 220 ألف طن متري سنوياً. وجاء الحضور الهندي في مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر العام الماضي ليمثل أهمية خاصة عقب إعلانها عن خطتها للحياد الكربوني لعام 2070. وتعززت الشراكة بين الجانبين في مجال الطاقة الشمسية بالتعاون في إنشاء مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان لتكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم. واليوم تتجه مصر والهند بقوة نحو تشكيل نموذجا يحتذى لشراكة حديثة أساسها المصلحة المشتركة في عالم تهيمن عليه العولمة الاقتصادية باعتبارها أحد أهم المعالم الرئيسة للأنشطة الاقتصادية في عالم اليوم.
رأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات التي تجرى لاستقبال عيد الأضحى واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو. حضر الاجتماع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور منال عوض محافظ دمياط، وكلف رئيس الوزراء بضرورة توفير اللحوم والأضاحي والشوادر على مستوى الجمهورية وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات مع طرح كميات مضاعفة منها، كذلك تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تطوير القاهرة التاريخية جزء أصيل من خطة الدولة للحفاظ على المناطق التاريخية والمباني العريقة وإعادة إحيائها لتغدو مقاصد سياحية مهمة. جاء ذلك خلال جولته بمحافظة القاهرة لمتابعة سير العمل بعدد من قطاعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية. خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من مناطق القاهرة التاريخية استهلها بمنطقة المقابر بصلاح سالم، عرض رئيس الوزراء الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ مقبرة الخالدين تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كصرح شاهد على تقدير الوطن لرموزه وعظمائه. هل كلنا شفنا مقبرة الزعيم الخالد أحمد عرابي اللي كلنا يعني شوارع ورئيسية في كل مدننا النهاردة؟ يعني باسم هذا الزعيم الخالد اللي كلنا درسناه في كتب التاريخ، شفنا المقبره عامله ازاي؟ يعني هل يعقل ان احد اهم زعماء مصر يبقى دي مقبرته؟ فهي دي كانت توجيه سياده الرئيس، يتعمل مكان او منطقه كبيره اسمها تبقى مقبره الخالدين، علشان نعلي من شان زعمائنا اللي يعني ضحوا لهذه الدوله على مدار العصور، ويبقى هناك مكان مجمع الناس تروح تشوفه وتبقى عارفة ان الزعيم ده عمل ايه للبلد. يعني ما اعتقدش ان في حد في مصر النهاردة كلنا بنقرأ الزعيم احمد عرابي، لكن ما حدش ممكن كان يتخيل ان هي دي مقبرة هذا الزعيم الكبير. لكن هو ده، عشان كده كانت التوجيه يتعمل مكان على اعلى مستوى يبقى بيجمع كل يعني الخالدين والزعماء اللي كانوا موجودين في هذا الوطن، ويبقى مزار لينا كلنا عشان نفتخر بيهم. كما أشار مدبولي إلى التوجيهات الرئاسية بنقل المقابر التي لا تصلح لاستخدامها في نشاطها الأصلي إلى أماكن أخرى إنسانية، وتوفير بديل يراعي حرمة الموتى، وإعادة صياغة المنطقة بإقامة حدائق ومتنزهات حضارية ومجموعة من الطرق والخدمات. بنوفر بديل إنساني وديني ويعني يقدر إن هو يراعي حرمة يعني موتانا، وده الحقيقة الدولة المصرية فعلا موفراه النهاردة على الطرق السريعة، وبدأت فعلا عمل حصر، وفي النهاردة أكتر من 20,000 مقبرة أنشئت وحتنشأ في خلال الشهور القليلة القادمة، علشان تبقى بديل إن إحنا ننقل الأماكن اللي هي خلاص أصبحت واضح تماما زي ما حضراتكم شايفين إنها لا تصلح لعملية الدفن. هي دي النقطة اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها. كما تفقد مدبولي مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون وعدد من نماذج العمارات المنفذة في هذه المنطقة التي أقامتها الدولة كبديل لمنطقة المدابغ، مشيرا إلى نقل 2000 أسرة إلى شقق حضارية على أعلى مستوى في مدينة بدر بجوار منطقة الروبيكي المقام بها المدابغ الجديدة. هذه المنطقة كانت يعني منطقة غير حضارية، ويعني على طول خلف سور مجرى العيون الأثر التاريخي الكبير لمصر. الحمد لله النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، يعني أولا تم نقل 2000 أسرة بتعويضهم ونقلهم في شقق حضارية على أعلى مستوى في مدينة بدر. وليه مدينة بدر؟ عشان تبقى جنب منطقة الروبيكي اللي هي اتعمل فيها منطقة المدابغ الجديدة على أعلى مستوى، بحيث يكونوا مرتبطين ويفضلوا قريبين من مكان عملهم. وتابع رئيس الوزراء سير العمل بمشروع تطوير حدائق الفسطاط، ووجه بالإسراع في الانتهاء من المشروع وبدء تشغيله في أقرب وقت، كما تابع الموقف التنفيذي لأعمال الكشف والترميم عن الحفائر بمدينة الفسطاط الأثرية، استكمالا لجهود إبراز كنوز الحضارة المصرية بمختلف عصورها. وتابع مدبولي مشروع تطوير منطقة الطيب بالسيدة زينب روضة السيدة زينب 2، والذي يأتي استكمالا لمشروع روضة السيدة زينب 1 تل العقارب سابقا، وساهمت في تغيير الوجه الحضاري بالمنطقة. ومن نقطة مشاهدة أعلى مسجد الحاكم بأمر الله
تابع رئيس الوزراء سير العمل بعدد من قطاعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، واستمع مدبولي إلى شرح حول جهود التطوير في شارع المعز بمحيط مسجد الحسين بهدف تحويل المنطقة إلى نقطة جذب سياحية مع الحفاظ على الطراز المعماري للمنطقة. إحياء القاهرة التاريخية يستهدف إعادة الوجه الحضاري للعاصمة تحقيقا لخطة الدولة في تحسين العمران القائم وجذب المزيد من الحركة السياحية لمنطقة القاهرة التاريخية. هشام حامد، النيل. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية لدعم الأهالي من محدود الدخل. وفي إطار المبادرة، قامت الأجهزة الأمنية بعدد من مديريات الأمن بتوزيع عبوات غذائية على محدود الدخل بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. تتنوع المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تطلقها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. واستمرارا لهذا الدور، فقد أعدت الوزارة عبوات غذائية متميزة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. توزيع هذه العبوات يتم تحت مظلة مبادرة كلنا واحد، مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، ومن خلال مأموريات من مديريات الأمن كل بنطاقها تتوجه مباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجا لتسليمها لهم، كأحد الإسهامات الفاعلة والاجتماعية من الوزارة التي تعكس روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. متشكرين، تحيا مصر. التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين. ربنا يخلي الرئيس ويزيده من نعيم الله. بقاله شهر مبروك وسنة مبروك عليك وعلى الأمة كلها وحضرة الرئيس. بلاده في يوم تعيش، البلد دي ما بتقعش، والأهم البلد دي ظهرها ما بينحنيش. يا رب يحميكم كلكم ويكتر منكم ويزود منكم يا رب، ويكفيكم شر إيدين الناس الغدرة. كل سنة طيب يا حاج، كل سنة طيب. في كل الأزمنة وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مرة حسيت بخوف وقد الصروف مفيش. شكرا شكرا لعبد الفتاح السيسي وللداخلية. لو حتى تاخدي مني روحي، دي روحي هينة وهو ايه في الدنيا اغلى. إشادة كبيرة من المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة بحرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية لرفع الأعباء عنهم. دي هدية بسيطة من السيد رئيس الجمهورية. كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكي. احنا مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. يا مصر يلي شمسك لا يمكن تغيب. دي هدية السيد الرئيس ليكي، وكل سنة وانت طيبة. ربنا يخليه لنا ويبارك لنا فيه. كل سنة وانت طيبة. الله يخليك، ربنا يبارك له يا رب. كل سنة وانت طيب ويبارك. هذه القوافل الإنسانية المحملة بالخير ترسم الفرحة على وجوه الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجا، وتحمل معها رسائل الدعم والمساندة لهم والتأكيد على الاستمرارية لتصل لكل ربوع الوطن. أزمنة وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. مرة حسيت بخوف وقد الصروف مفيش أي قوة تهزنا. لو حتى تاخدي مني روحي، دي روحي هينة وهو ايه في الدنيا أغلى. احنا عايشين في أمن وأمان طول ما هو موجود معانا. الله يبارك له. كل سنة وانتم طيبين. في كل ليل بطل تمام شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر. هادي كان زمان. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخليكم لنا ويخلينا سعادة الرئيس اللي هو فاكرنا على طول. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. هندي لك عدية وقد المسؤولية وشرطة شعب. انا بشكر سعادة الرئيس اللي هو فاكرنا وجاي لحد هنا، وربنا يعينه ويقويه، وشكرا على الهدية. بشكر سعادة الرئيس على المبادرة ديت، وكل عام وهو طيب. ربنا يخليك لنا يا ريس، والف شكر. ولادها ابطال اسود وقد العهود، وجوه قلوبهم حبها. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. انا اديلك عينيا وقد المسؤوليه
شعب احنا ايدنا واحدة الغريب في كل جيل بطل تمام شايل اسمها. كل سنة وانتم طيبين ويا رب الناس كلها تكون بخير وبامان وربنا يخلينا على الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعت لنا هدايات مع المأمور وربنا يبارك لنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكلنا مؤمنين وحبان سنين في كل ليل بطل تمل شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كان زمان وبلدي التاريخ من بعد. كل سنة وانت طيب. احنا بنشكر سيادة الرئيس ان فاكر الناس في الأعياد وفي المناسبات الطيبة ونقول له كل سنة وانت طيب. شرطة ولا شعب حبها في قلوبنا بعد الدين دي ودمتم ذخر لنا ونقول التحية العسكرية المعهودة. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ومنك قريب أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب في كل جيل بطل. الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية إنما يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لذا تتنوع وتتواصل المبادرات، ومنها مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، والتي تسعى للوصول إلى المواطنين في كل مكان على أرض الوطن. ربنا يكرمه ويطول عمره ويستره وعينه على 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 مصر كلها. أعلنت بعثته حج القرعة الانتهاء من تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستكمال أداء مناسك الحج. اكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وسط تيسيرات تقدمها بعثة حج القرعة لهم، في مقدمتها فنادق الإقامة التي تم اختيارها على مقربة من البيت العتيق، ما هي إلا خطوات يخطوها الحجاج مترجلين من الفنادق باتجاه المسجد الحرام، وهو ما لاقى ارتياحا كبيرا بين أوساط حجاج القرعة. المسافة بين الفندق وبين الحرم لا تتجاوز 100 متر. كل هذا الأمر كل هذا تسهيلات على الحجاج. أود أن أشكر قيادة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية على حسن التنظيم وحسن الاستقبال وحسن التفويج لجميع الحجاج. فندق قريب من الحرم، سكن جميل، ترتيبات جميلة، قايمين بالواجب معانا كحجاج. الغرف مستواها كويس، مستوى الفندق ممتاز، ما فيش أي معوقات، أي تسهيلات أو أي حاجة بنطلبها بيكون تسهيلها فورا. تقبلونا بالترحاب بصراحة، وفندق بصراحة قريب جدا من الحرم، وكل الناس بصراحة هنا في خدمتنا. بهو فنادق الإقامة يشهد حركة مستمرة من الضباط للاطلاع على أحوال الحجاج والوقوف على متطلباتهم. الابتسامة تعلو وجوه الجميع بالفوز بأداء المناسك وما تقدمه بعثة حج القرعة من تيسيرات وإجراءات تنظيمية لراحتهم. أول ما دخلنا منتهى الراحة، الشنط بتاعتنا لقيناها على بيبان الأوض بتاعتنا، كل واحدة مكتوب عليها رقم الأوضة. بصراحة قايمين على خدمتنا بمنتهى الأمانة. أمور الحمد لله ميسرة، سواء كانت إقامة هنا في الفندق أو أي خدمات هم بيوفوها بالنسبة لنا، والأمور الحمد لله بخير. كل حاجة الله أكبر، والخدمة ممتازة ومرتاحين جدا والله. احنا فعلا متمتعين بهذا الرحلة الكريمة بوزارة الداخلية، وبنشكر وزارة الداخلية على هذا المجهود الكبير اللي هي قايمة معانا. وكل حاجة كويسة جو، وكل حاجة مشيانا 24 جرام. غرفة عمليات مكة والتي شكلتها بعثة حج القرعة تتولى إدارة ومتابعة شؤون الحجاج المصريين منذ لحظة مغادرة الأراضي المصرية وصولا إلى الأراضي المقدسة وطوال فترة الرحلة من إقامة وإعاشة وانتقال، وكذا حالتهم الصحية واتخاذ كافة الإجراءات لرعايتهم بالتنسيق مع الجهات السعودية ذات الصلة وغرفة عمليات مجلس الوزراء المصري. جيت غرفة العمليات النهاردة عشان أستفسر على مناسك الحج.
هنبدا امتى وهنتحرك امتى يعني عشان نعرف ايه هنبدا بايه الاول اللي هنروحه مينا ولا هروح ايه. فسياده العقيد بصراحه الحمد لله تفضل سيادته بشرح شرح لي كل حاجه وهنبدا ازاي وهتتقسم ازاي احياء. يسر لنا كل حاجه في المطارات سواء مطار القاهره او مطار جده وقت الوصول. الباصات كانت فاخره جدا يعني حتى الحاجات كانوا وصل لنا لبس الاحرام خط سعودي مجرد ما جينا فعلناه. فخوره ان بلدي بتقدم لنا هذه الخدمه المنظمه على ايد ناس محترفين. الفندق نفسه بيقدموا الخدمات مفيش اوضه ناقصه حاجه وعلى طول في اشراف عليهم بيمروا على الاوضه اي نواقص في الاوضه بيكملوها وكده. وتشهد فنادق إقامة حجاج القرعة تنظيم ندوات دينية للتوعية بمناسك الحج والرد على استفسارات الحجاج. بسم الله ما شاء الله إرشادات ممتازة ممتازة بالنسبة للحج وبالنسبة للعارف بتعرفه بزيادة واللي مش عارف بتعرفه. ده كان دي مناسك ربنا يقبل الجميع. عندنا كمان مجموعة شيوخ من الأزهر ما شاء الله بنسألهم بدل مرة 10 مرات يعني في كل حاجة وهم بيجاوب علينا في كل حاجة وعندهم استعداد لو أي سؤال نسألهم يجاوب عليه في كل حاجة يعني. هكذا يسرت بعثة حج القرى على الحجاج لأداء مناسك الحج والاستمتاع بالأجواء الروحانية طوال فترة الرحلة المقدسة. تضع بعثة حج القرى كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج القرى هنا بمكة المكرمة تمهيدا لأداء المناسك. فنادق إقامة موجودة بالقرب من الحرم المكي الشريف إضافة إلى حزمة من التيسيرات الأخرى التي بدت واضحة على وجوه الحجاج هنا بمكة المكرمة. من مكة المكرمة عبد الله بركات التلفزيون المصري. شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا على جهوده التي أفضت إلى تراجع مجموعة فاغنر عن تقدمها نحو موسكو بعد إنهاء تمردها المسلح. كان رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغون قد أعلن أنه أمر مقاتليه الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء. تأتي تصريحات بريغون بعيدة إعلان الرئيس البيلاروسي أن رئيس فاغنر أبلغه موافقته على وقف تحركات مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع. في الوقت ذاته أكد الكرملين أنه وافق على إبرام اتفاق مع مجموعة فاغنر التي نفذت تمردا مسلحا لتجنب إراقة الدماء وصدام داخلي واشتباكات لا يمكن التنبؤ بنتائجها، مضيفا أن جهود الوساطة التي بذلها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكا عملت على تحقيق هذا الهدف. من جانبه أعلن حاكم منطقة ليباتسك الواقع جنوب موسكو بدء رفع الإجراءات الأمنية التي اتخذها في وقت سابق، وذلك بعد أن أمر قائد مجموعة فاغنر مقاتلي بوقف زحفهم نحو موسكو والعودة إلى معسكراتهم. كما أكد حاكم مدينة روستوف الروسية مغادرة مقاتلي فاغنر المدينة. نهاية أحداث 24 ساعة. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة. إلى اللقاء.